فيديو نمبر 3 اللي كان متفق عليه اللي هو آه طبعا 3 اوت اوف 3 وده اخر فيديو هنتكلم في يونت 11 كوردينيت بلين ويونت 13 surface area and volume تمام طبعا المنظر اللي قدامي ده هو اللي اسمه coordinates plane خلونا نكتب بس مسميات coordinates coordinates plane ماشي coordinates plane ايه هو الكوردينيت بلين؟ الكووردينيتس بلين مكون من تو لاينز اللي هو الاكس اكسس ده اسمه اكس اكسس واللاين التاني اللي اسمه واي اكسس الاكس اكسس هو اللاين اللي نايم ده زي الشارع والحركه فيه بتبقى رايت اند ليفت الواي اكسس هو اللاين اللي واقف زي الاسانسير كده والحركه فيه بتبقى اب اند داون اللاين ده بيقال عنه في الانجليش اسمه horizontal لاين لاين افقي اللاين ده بيقال عنه برضه بالانجليش vertical line يبقى أنا عندي تو lines، horizontal و vertical، خلاص؟ طيب إيه لازمة الكورني بلين Plane؟ We use the بلين Plane to locate points، يعني لو جينا قلنا مثلًا: point A عنوانها 2, 3 point B عنوانها negative 5, 1 point C عنوانها negative 3, negative 4 point D عنوانها 2, negative 3 طبعا كل بوينت من دول هتبقى مرسومه في مكان مختلف، تعالوا نشوف. 2 3 يعني امشي في الشارع لحد 2، اركب الاسانسير اطلع ثلاث ادوار، يبقى هنا بالظبط. ده اللوكيشن بتاع بوينت A. طب بوينت B نجتيف 5 1، امشي في الشارع لحد نجتيف 5 اطلع لحد 1، ده اللوكيشن بتاع بوينت B. بوينت C نجتيف 3 نجتيف 4، امشي في الشارع نجتيف 3 انزل اربع ادوار تحت، ده اللوكيشن بتاع بوينت C. طب بوينت D 2 -3 امشي في الشارع لحد 2 انزل 3 ادوار تحت ده اللوكيشن بتاع بوينت دي يبقى هنلاحظ ان البوينتس اماكنها مختلفه المنظر ده في الماس مبدئيا عشان بس نبقى متفقين اسمه ordered اوردرد بير ولازم ابقى عارف المسميات بالانجلش عشان لما اشوفها مكتوبه في سؤال قدامي ابقى فاهم يعني ايه اوردرد بير اوردرد يعني مرتب طب ليه اسمه مرتب مرتب لان الرقم الاول هو اكس والرقم الثاني هو واي وانا بهزار قلت شارع اسانسير شارع عشان الاكس هو الشارع والاسانسير طوله ونزول يبقى اكس واي يبقى هو مرتب لهذا السبب اكس بعد كده واي يبقى ده اسمه ايه اوردرد بير احنا بنستخدم الاوردر بيرز دول عشان نوصف عنوان بوينتس خلاص واللي احنا عملناه دلوقتي اسمه لوكيتنج اور جرافينج لوكيتنج اور جرافينج Thing, thing points locating or graphing points يعني انا رسمت نقط على الايه؟ على الكوردينيت بلين باستخدام الاوردر بيرز دي كل نقطة بتتسمى باسم ما تنسوش انك لما تعملوا نقطة تسموها الاسم بتاعها بالحرف بتاعها a b c d وهكذا We we always use capital letters دائما بنستخدم حروف capital تمام عندي نقطتين مهمين جدا لازم ادرسهم point e و point f لو قلت Point E عنوانها 05 و Point F عنوانها 50، يا ترى هيكونوا فين؟ E05 امشي في الشارع لحد 0 أصلا سيرك اطلع لحد 5. ده اللوكيشن إكزاكتلي بتاع Point E تمام؟ ما تنسوش 05 يعني النقطة هتكون هنا موجودة على الواي Y أكسس إكزاكتلي طب 50 امشي في الشارع لحد 5 وأقف مكانك ده اللوكيشن بتاع Point F يبقى نتعلم حاجة أنا عندي قلت إكس واي دايماً. لو الإكس بزيرو البوينت على الواي، لو الواي بزيرو البوينت على الإكس. ما تنسوش يا جماعة، لو الإكس بزيرو البوينت على الواي، لو الواي بزيرو البوينت على الإكس. يبقى طبعاً نقطة إي لايز أون واي أكسس، يعني بتقع على الواي أكسس. ونقطة إف لايز أون إكس أكسس. علشان طبعا عندي هنا زيرو وعندي زيرو، فأقدر أعرف اللوكيشن بتاع البوينت هيكون على الإكس ولا على الواي، بمجرد بس ما ألاقي الزيرو ده من غير ما أرسم حتى. تمام؟ كده إحنا اتعرفنا على الكورني بلين. هنلاحظ إن الكورني بلين متقسم أربع أجزاء. في الجزء ده، 1، 2، 3، 4. دول اسمهم ذا فور كوادرنتس، كل قسم من دول اسمه، حط بس الاسم كده عدل، اسمه إيه؟ كوادرنت. كوادرنت طبعا اسمه كواد عشان جاي من ربع او اربعه او كوا احنا اتفقنا ان كلمه كواد دي في الانجليش معناها فور يبقى كوادرنت يعني الاربع تربع دول طبعا ليهم تقسيمه الاول اللي هنا ده اسمه فيرست كوادرنت يعني بس اكبر كده الخط عشان نبقى شايفين ونغير اللون يبقى ده فيرست ده سكند ده ثيرد وده فورس فيرست كوادرنت second quadrant third quadrant fourth quadrant لازم ابقى عارف الكوادرنتس دي تمام الكوادرنتس دي ليها اشارات احفظوا معايا انا هوريه لكم ده بوزيتيف 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 نيجاتيف تاني بوزيتيف 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 نيجاتيف هعكس دول هنا بدل ما بوزيتيف بوزيتيف اخليها نيجاتيف نيجاتيف واعكس دول هنا اخلي كده بوزيتيف والنيجاتيف بره دايما النيجاتيف بيكون على الحرف النيجاتيف بيكون على الحرف كده بره دي الاشارات يبقى انا بمجرد ما ابص على اي نقطه زي دي كده الاقي اشاراتها بوزيتيف بوزيتيف اعرف ان هي موجوده في الفيرست كوادرنت هي فعلا موجوده في نقطه ايه اهي موجوده في الفيرست كوادرنت لما اجي ابص على الاشارات تاني الاقي نيجاتيف بوزيتيف نيجاتيف بوزيتيف دي اشارات السكند كوادرنت يبقى ذس مينز ان مينز ان بوينت بي لايز اون ذا سكند كوادرنت موجوده في السكند كوادرنت نقطه سي اشاراتها نيجاتيف 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 يعني موجودة هنا في السرد اهي فعلا ما كدبناش. ونقطة دي اشاراتها بوزيتيف نيجاتيف فكده موجودة في الفورث كوادرنت وطبعا النقط دي مش في كوادرنت نقطة اي اسمها لايز on y أكسس ونقطة اف لايز on x أكسس حلو كده طيب نشوف مع بعض سؤالين كده choose The point W is located four spaces to the right and two spaces up from the origin point. يعني ايه الكلام ده؟ يعني ادي كورني بلين مثلا انا بس ده استخدمته للرسم لكنه مش مش مطلوب ارسم. بيقول لي ادي الاوريجن اتحرك من عند الاوريجن فور سبيسز تو ذا رايت يبقى 1 2 3 4 سبيسز يبقى احنا جينا هنا اند تو سبيسز اب تو سبيسز اب يبقى انا جيت هنا. بيقول لي ده اسمه النقطه دي اسمها ايه؟ عنوانها ايه اقصد؟ يبقى دي نقطه W اهي What order pair represents the point W؟ 4 2 نقطة 4 2 يبقى الإجابة هي 4 2 مريم plotted a point located three spaces to the right بيقول لي هنا في بنت اسمها مريم بتلعب على الكورنيت بلين كده راحت she plotted أو drew يعني she drew رسمت نقطة located three spaces to the right and five spaces up from the origin on the cornet plane which point did she plot؟ أنهي نقطة من دول هي رسمتها؟ هقوم جاي من الأوريجن، ابتداءً من الأوريجن، هعمل 3 سبيسز تو ذا رايت، 1، 2، 3 سبيسز، وبعد كده 5 سبيسز أب، 1، 2، 3، 4، 5، هي هنا، يبقى هي كانت بترسم، البنت اسمها مريم دي كانت بترسم بوينت اس، فيعني هو هنا بيحاول ايه؟ يعمل تشيك يعني انا فاهم آه الموضوع ولا مش فاهم يعني، مثلاً حاجة زي كده، ABCD is a parallelogram بيقول لي A B C D is a parallelogram طبعا parallelogram هو اللي شكله عامل كده معوج سن بيقول لي هنا then to complete the parallelogram the point دي is نقطة دي هتكون فين علشان الشكل يكمل ويبقى parallelogram طبعا نقطة دي هتبقى هنا عشان الشكل يبقى عامل كده فيبقى parallelogram فكده اكتمل فنقطة دي عنوانها 1 1 يبقى انا لازم اقول عنوان نقطة دي اللي هتخلي الشكل يكمل ويبقى باراليلوجرام طيب الجزء اللي جاي ده سريعا كده هكلمكم فيه عن حاجه اسمها ريفلكشن الريفلكشن ده يعني الشكل هينعكس تحت او ينعكس جنبه هنا بحسب لو قال لي ريفلكشن ان اكس اكسس ولا ريفلكشن ان واي اكسس طبعا الريفلكشن ان واي اكسس تعالوا نوريه الاول ده اهو شايفين الترينجل الاخضر اللي ظهر ده ده الايمج بتاع الترينجل الاوريجينال اللي لونه جراي ده كل ما الترينجل ال ال ده كده اللي هو الجراي ده نزل لتحت هتلاقي الايمج بتاعتنا هي كمان نزلت لتحت صح ولا غلط لان زي صورتك في المرايه كل ما انت اتحركت هي في المرايه عملت معاك نفس الحركه طيب لو الجري ده قرب من الميرور اللاين الاخضر ده الميرور اللي هو احنا قلنا ريفليكشن اكروس واي اكسس هتلاقي الايمج بتاعتك الناحيه التانية هي كمان قربت طب لو بعد الايمج هتبعد طب لو خليتها ده كده هعمل بقى ريفليكشن ان اكس اكسس هيبقى عامل كده بقت المراية هي الإكس أكسس. طيب لو جينا قربنا هنلاقي الصورة بتاعتنا هي كمان بتقرب. لو بعدنا الصورة كمان هتبعد يبقى ده الأوريجينال وده الـ Image طبعًا مرة الـ Image جت هنا عشان كان ريفليكشن أكروس واي أكسس ومرة الـ Image جت تحت عشان كان ريفليكشن أكروس إكس أكسس يبقى أنا لازم أبقى عارف لازم أبقى عارف يعني إيه ريفليكشن بشكل عام يعني إنعكاس زي المراية بالظبط. طب هيجي السؤال عامل ازاي ونحل ازاي وكده؟ انا اهم حاجه عارف ان انا عندي نوعين، reflection in x axis و إن in y axis، خلاص؟ هوريكم الاسئله بدري. اولا كده بيقول لي write the coordinates of the image of each of the following points by reflection across first x axis, second y axis. بيقول لي النقط دي مره اعملها لي reflection across x axis، تعال ناخد النقط دي كده على جنب ونوسع الكلام ونقول مره reflection x axis ومرة reflection y axis ونشوف الإجابات هتطلع عاملة إزاي هنعمل كده كأننا يعني عملنا جدول يعني ننظم في إجابتنا كده يعني تعالي كده كويس طيب لو النقطة دي هتبقى reflected across x axis مبدئيا كل ده هيبقى اسمه A داش B داش C داش D فوقيها داش اي داش الداش دي معناها ان ده الايمج الاوريجينال كانت دي انما دي الايمج خلينا نكتب هنا اوريجينال يبقى دي الاصل الشكل الاصلي كان كده زي ما كان في الـ في اللي أنا وريته ده كان في تراينجل جراي كان هو الاصلي وكان في الايمج بتاعه اللي كان الاخضر او الاحمر او كده يبقى دلوقتي دي النقطه الاصليه لو ريفليكشن ان اكس اكسس سي بالاكس في حاله غير الواي تاني عشان في ناس ايه بتحب تسمع الحاجه مرتين ورا بعض لو قال لي ريفليكشن ان اكس اكسس سيب X في حاله غير الواي ال3 تنزل زي ما هي عشان هي في الاكس والزيرو تنزل زي ما هي والنيجاتيف 2 تنزل زي ما هي والنيجاتيف 4 زي ما هي والنيجاتيف 6 زي ما هي واغير الواي دي نيجاتيف 4 تبقى 4 دي 5 تبقى نيجاتيف 5 دي 6 تبقى نيجاتيف 6 دي 0 دي نيجاتيف 1 تبقى 1 حلو الكلام طب لو قال لي ريفليكشن ان واي اكسس برضو انا عندي اي داش بي داش سي داش نفس الحكايه دي داش اي داش واعمل برضو جروب اوف اوردر بيرز كده وهنقول دلوقتي اعمل ايه حالا العكس سيب الواي في حاله وغير الاكس لو قال لي ريفليكشن واي اكسس سيب الواي في حاله غير الاكس اقعد بقى غني اتشقلب في البيت بس احفظ سيب الواي في حاله يبقى ده الواي يبقى نيجاتيف 4 5 6 0 نيجاتيف 1 غير الاكس بمعنى ايه؟ غير الرقم الاولاني دي تبقى نيجاتيف 3 غير يعني غير الساين الزيرو طبعا الزيرو اصلا مش بوزيتيف ولا نيجاتيف فبيفضل زي ما هو النيجاتيف 2 تبقى 2 النيجاتيف 4 تبقى 4 النيجاتيف 6 تبقى 6 بس كده دي اول فكره عندي من الاسئله لازم ابقى عارف لو عندي اوردر بير وعايز اجيب الايه الايمج بتاعت النقط بتاعته دي حاجه مهمه لازم ابقى عارفها كويس جدا تمام؟ <applause> <applause> يجي يقول لي مثلا 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 يعني شوية أسئلة كده إيه في اللذيذ منه بقى تشوز وكده كده مثلا A point both of, uh, of whose coordinates are negative will lie in يعني بصراحة الجملة مش عجباني بس ماشي بيقول لي if the two coordinates of a point are negative النقطة دي هتبقى فين في أنهي quadrant طبعاً إحنا من حفظنا للكوادرانس لما قلنا كده ودي تبقوا حافظينها positive 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 negative اعكس دول اعكس دول ده ال first ده ال second ده ال third ده الفورث fourth البتاعة دي كده تبقوا حافظينها طبعا النقطة دي تبقى في third كوادرنت if the y coordinate of a point is zero اه بيقول لك ادي x ودي y if y coordinate of a point is zero يعني ده zero then this point always lies in a طيب لو ال y ب ال point على ال x قلنا كده يبقى النقطة دي على ال x طب هنا لو الاكس بزيرو البوينت على الواي خلصت بيقول لي النقطه دي لايز ان ويتش كوادرنت هتطلع في السكند كوادرنت لان النيجاتيف بعد كده بوزيتيف يبقى نيجاتيف بوزيتيف يبقى لايز ان ذا سكند كوادرنت نكمل مع بعض اف ذا اكس كوردينيت اوف ا بوينت از زيرو لو الاكس بزيرو يبقى البوينت على الواي ما انساش يا جماعه الكلام بيقول لي هنا the image of the point 2 negative 5 by reflection in the x-axis سيب بالx في حاله غير ال y هتبقى 2 5 the image of the point 4 0 by reflection across the y-axis سيب بال y في حاله غير ال x يبقى negative 4 0 if the point a moved 2 units to the right then 3 units downwards downward then a will be طيب تاني بالراحة كده ادي point a اتحركت ثلاث خط تو يونتس تو ذا رايت يبقى الرايت والليفت ده بتاع الفيرست كوردينيت الاب والداون ده بتاع السكند كوردينيت او الرقم الثاني يبقى موفد ذا تو يونتس تو ذا رايت يبقى بلس 2 وبعد كده 3 يونتس داون يبقى ماينس 3 نيجاتيف 2 بلس 2 ويل جيف 0 3 بلس نيجاتيف 3 ويل جيف 0 يبقى النقطه هتتحول تبقى الاوريجن واحد يقول لي مش فاهم هو بصراحه هي المفروض كده تخلص بسرعه طب انت مش فاهم وعايز تحلها يعني بستبس او بكده او تقعد بقى تحقق في الموضوع هوريك تعمل ايه؟ هوريك تعمل ايه؟ تجيب ااا آه آه تجيب هنا الكورنيه بلين ترسم النقطه نيجاتيف 2 3 نيجاتيف 2 اطلع لحد 3 دي النقطه، نقطه A وبعد كده تنفذ عليها الرول بتاعك موف ذا 2 يونتس تو ذا رايت يبقى 2 يونتس تو ذا رايت يبقى احنا واقفين هنا، بعد كده 3 يونتس داون وورد، ثلاث Jumps downward نقف هنا يبقى احنا عند الاوريجن اللي هي 0, 0. يعني انا بصراحه ما ارجحش انك ترسم بس اتس اوكي okay. يعني ممكن ترسم بقلم رصاص كده خفيف درافت علشان توصل للايه؟ للاجابه بشكل يريحك يعني تمام؟ اوكي okay. exploring ذا distance between بوينتس اون a لاين طيب احنا في ليسون 4 5 عشان عارفين يعني اللي هو احنا هنا احنا هنا حاليا كده يعني احنا وصلنا لهنا اه هنقول طبعا آه الخلاصه بتاعت الليسون والموضوع يمشي ازاي بسرعه. هو هنا من الاخر هيقول لك distance between two points، خلاصه الموضوع. يجي ويقول لي هنا مثلا تعال ناخد example ده ونتفاهم فيه. آه. آه. بالراحه كده نفهم if a point moves on the number line from point B to point A. لو في نقطه اتحركت من point B ل, ل point A. then from point A to point D. What is the total distance traveled by the point knowing that each one unit on the line equals one kilometer? ماشي تاني لو أنا رحلتي كانت هنا قمنا رايحين الشارع اللي ورانا كده جبنا حاجة بعد كده قمنا رايحين مدينة نصر بقى هناك كده يا ترى ايه المسافة اللي قطعناها بالعربية دي أو الرحلة اللي احنا عملناها طيب القصة ان انا ماليش دعوة انا ماشي في اتجاه النيجاتيف ولا ماشي في اتجاه البوزيتيف ما يخصنيش انا كده كده القياس عندي الديستنس distance is always positive quantity دائما هتكون رقم positive يعني مثلا لو انا عندي بي ووصلت لإيه مشيت كام خطوة اوعى تقول لي مشيت نيجاتيف 2 مش ما مشيتش نيجاتيف عملت خطوتين ماليش دعوة انت ماشي بتجري التراك بتاعك بتجريه باتجاه عقارب الساعة او عكس عقارب الساعة كده كده العداد بتاع الكيلومتر هيزيد ماليش دعوة انت بتجري ازاي اتجاه الجري بتاعك بتجري اتجاه النيجاتيف او اتجاه البوزيتيف كده كده ال العداد بتاع المسافه هيزيد هيزيد بالبوزيتيف طيب يبقى انا واقف هنا عملت تو جامبس تحت 1 2 يبقى دول 2 يونتس بعد كده بعد كده عملت ايه من هنا عملت بقى دي 1 2 3 4 5 6 بعد كده عملت 6 يبقى 6 بلس 2 يبقى المسافة اللي اتقطعت كلها كانت 8 كيلومتر 8 كيلومتر بس كده خلاص دي فكرة الـ distance يبقى أنا عملت jumps واتحركت من مكاني وعملت كده وهكذا طب لو أنا عايز أحسبها mathematically عايز أحسب المسافة من A ل B بشكل بقى ناس حريفة ناس بتحسب calculations AB equals كام طبعا عشان AB تطلع positive يبقى لازم أحط absolute value absolute value ده اللي هو كده أعمل negative 4 وطبعا المسافة تقاس بالماينس كده مثلا بس في طريقة أبسط. اعمل كبير ماينس صغير. نيجاتيف 2 نيجاتيف 4 الكبير هو نيجاتيف 2 يبقى نيجاتيف 2 ماينس الصغير هو نيجاتيف 4 يبقى نيجاتيف 4 دي تقلب بلس فتبقى نيجاتيف 2 بلس 4 تجيب 2. يبقى الديستانس من A ل B بكام؟ ب 2 يونيتس. بعد كده عايز اقيس المسافة من A ل D أقول A D equal كبير ماينس صغير يبقى 4. اه نيجاتيف 4 انا اسف دي نيجاتيف 4 عشان دارت هنا كبير يبقى 2 الاول عشان ده الكبير ماينس نيجاتيف 4 هتبقى ايكوالز 2 نيجاتيف يجيبوا بوزيتيف 2 بلس 4 تجيب 6 يبقى انا جبت المسافه الاخضر دي ب 6 يبقى الديستانس كلها ذا توتال ديستانس ترافلد ذا توتال ديستانس ترافلد باي ذا بوينت يعني خد خليك بقى ذكي وانت بتحل خد الكلام هنا ايكوالز ايكوالز ايه؟ 6 بلس 2 ايكوال 8 يونتس يبقى احنا اتكلمنا عن فكره الديستانس هي ايه فكره الديستانس دائما بتبقى بوزيتيف كوانتيتي دايما بيكون رقم بوزيتيف وفي رول قلشة كده سريع كبير من الصغير على طول يطلع لك المسافه من غير بقى ابسولوت فاليو من غير متاهات لان الناس ساعات لما نقولها ابسولوت فاليو بيتجننوا يعني خلاص يبقى لازم ابقى عارف المسافه ما بين نقطتين بتتقاس ازاي مثلا يقول لي كده find the distance between each pair of the points of the, uh, uh, of the following. مديني نقط بيقول لي find the distance ما بينهم، نوسع المسافه كده عشان احل. مبدئيا هتلاقي دايما رقم مشترك. رقم مشترك في التو اوردر بيرز، ال1 زي ال1 اشطبه. واعمل كبير من الصغير. كبير من الصغير يبقى 2 الأول، ماينس، ماينس مين؟ الصغير اللي هو نيجاتيف 3. اللي هي تطلع ايكوالز طبعا اتنين نيجاتيف ورا بعض بيقلبوا بوزيتيف 2 3 جيفز 5 يونتس دي واحده يلا اعمل المتشابه تعالوا مع بعض كبير من الصغير 3 ماينس 1 equals 2 يونتس هتلاقي رقمين متشابهين تعالوا مع بعض كبير من الصغير 1 ماينس نيجاتيف 4 يعني 1 4 ايكوال 5 يونتس وهنا برضو طيار متشابهين كبير من الصغير 4 0 equals 4 units والموضوع منتهي تماما بالشكل ده خلاص يا جماعه يبقى انا دلوقتي عرفنا ازاي هاو تو جيت ذا distance بتوين تو بوينتس لوكيتد اون ذا بلين يعني اوردر بير واوردر بير اشطب الرقم المتكرر واعمل كبير من الصغير نشوف مع بعض الموضوع هنا The distance between point A and point B كبير من الصغير يبقى 3 minus negative 2 gives 5 The distance between the points 2.5 and 9.8 هتطلع بكام كبير من الصغير يبقى 9.8 minus 2.5 البوينت في نفس المكان 8 minus 5 3 7 7.3 In the opposite figure AB equals 6 هو مديني مسافة ب 6 حلو كده طيب تعال نلعبها بارقام بسيطه ونحاول نستوعب انا بحب دايما يبقى عندي سؤال اعمل سؤال تاني زيه على جنب كده بسيط واحل لو قلنا نقطه مثلا نيجاتيف 2 وهنا نيجاتيف 1 0 1 2 3 وقلنا دي 3 المسافه ما بينهم الفعليه 1 2 3 4 5 هنا 5 يونتس بص اللعبه بقى هنلعب زيه بالظبط لو داريت دي قلت لك عايز اللي هناك اللي هنا كان في كام هو هنا كان في 3 ازاي نوصل لها من دول تعال نفكر ازاي ال5 والنيجاتيف 2 تو توجذر يطلعوا لي 3 هو احنا كنا بنعمل كبير من الصغير عشان يطلع ده صح طب ما انا لو عملت 5 بلس نيجاتيف 2 هتطلع لي الاجابه اللي هي كانت هنا 5 بلس نيجاتيف 2 هتطلع هنا يعني انا عملت ده بلس ده يطلع لي دي خلاص ده بلس ده انا عملت 5 بلس نيجاتيف 2 هتطلع 3 على فكرة 5 plus negative 2 معناها 5 minus 2 لأن adding negative number معناها subtraction 5 plus negative 2 معناها 5 minus 2 اللي هي ب 3 اللي هي كانت هنا يعني 6 plus negative 2.3 هي معناها 6 minus 2.3 اللي هي تطلع لو عايزين نكتبها بقى بستبس 6.0 minus 2.3 طبعا انا زودت جنب 6.0 عشان تبقى زي دي decimal number هنزل هنا اللاين ده دي تبقى 10 استلف 0 3 ما تنفعش دي تبقى 5 يبقى انا 7 3.7 دي الإجابة طيب هنا بيقول لي if we have the points A وB we'll then the length of AB ماشي اشطب المتكرر 5 طار مع 5 كبير معنا الصغير كبير يعني 4 ماينس نيجاتيف 5 2 نيجاتيف ورا بعض يجيبوا بوزيتيف 4 بلس 5 تجيب 9 نفس الحكاية اشطب المتكرر وبيقولي what is the كبير من الصغير 4 هنحللنا دي ب 9 ماشي which of the following values could be the y coordinate for this point that is 13 units from 10 6 طبعا اشطب ال 10 مع ال 10 من الاخر مين الرقمين اللي minus بعض يجيبوا 13 عايز رقم 6 equal 13 ماشي او 6 minus رقم خلينا بس نمشيها بال كده equal 13 6 ماينس رقم ايكوال 13 طبعا الرقم ده في الحاله دي هيكون نيجاتيف نيجاتيف علشان تجيب تبقى بلس يعني فالاجابه هنا نيجاتيف نيجاتيف 7 ليه علشان 6 ماينس نيجاتيف 7 هتطلع لي 13 يبقى الاجابه هنا نيجاتيف 7 6 ماينس نيجاتيف 7 طبعا لما جيت افكر في البوسيبيليتي دي اللي هي مين الرقم اللي ماينس 6 ايكوال 13 ما نفعتش لان انا كده هعوز يبقى عندي 19 تمام فما لقيتش في التشويسز 19 فانا تجنبت التفكير بالطريقه دي وقلت 6 ماينس مين تجيب 13 طبعا الـ 6 ماينس حاجه تجيب 13 دي حاجه غريبه ازاي 6 بقت 13 ده ماينس معناه ان انا هشيل منها او ما انت لو شلت منها نيجاتيف نمبر معناه ان هي تزيد يبقى 6 ماينس نيجاتيف 7 يعني هو شويه محير بس ايه عيدوه تاني لو في حاجه طيب نحاول نفهم ده اللي جاي ده لحظه لحظه نعمل كده ونتفاهم what is the distance between the point a and its reflection image in y axis a سيب الواي في حاله وغير الاكس يبقى نيجاتيف 1 وغير دي تبقى 2 طبعا الReflection بتاع اي بوينت احنا اتكلمنا فيه سيب الواي في حاله عشان قال reflection in Y-axis سيب الواي في حاله وغير الاكس طبعا اشطب ده مع ده كبير من الصغير 2 2 gives 4 units اخر درس عندي احنا هنا في اخر lesson في اليونت اللي هي دي uh, lesson 6 create geometric shapes in the coordinate plane هترسم اشكال هندسيه على الكورني بلين نخش على الاسئله على طول عشان يعني هي الحته دي ايه في اللذيذ منه خالص اهو اهو يجيب لي كده ويقول لي جراف ذا بوينتس ABC what must be the coordinates of point D if ABCD is a rectangle ماشي تعال بس نرسم ونفهم بعض دلوقتي نقطة A 11 11 ده نقطة A نقطة B 51 51 دي كده نقطة B C 54 5 اطلع لحد 4 دي نقطة C وصل النقط دي كده مع بعض تمام ادي كده وصلنا النقط مع بعض كده رسمنا ال ال لا مش وصل انا اسف انا غلطت هتسيب ده كده هو بيقول لك عايزين نقفل ده ريكتانجل نقفل ده ريكتانجل يعني في نقطه ناقصه اللي المفروض تيجي هنا اللي هي نقطه دي علشان يتقفل ويبقى عامل كده فيبقى ريكتانجل واحد يقول لي يا مستر ده سكوير اقول له لا مش سكوير عد كده السكوير اول اتس فور سايدز ار ايكوال هنا الفور سايدز مش ايكوال هنا 1 2 3 4 انما ال... هنا الويدث ده 1 2 3 اونلي فهنا النقطه دي هي نقطه دي خلاص بيقول لي هنا نقطه دي عنوانها ايه عشان يبقى ريكتانجل طبعا عشان يبقى ريكتانجل 1 4 وصل النقط الاتيه او وصل النقط دي تبقى كده خلص الموضوع Do the points A, B, C represent vertices of right angle to triangle? هل النقط دي لو رسمتها تبقى right angle triangle? طبعا right angle triangle هو اللي عامل كده وعنده one of its angles is right. ده اسمه right angle triangle. طيب هل دي هتبقى right angle triangle? تعال نرسم ونشوف. 2, 1, واطلع لحد 1. ده اللوكيشن أوف بوينت A. B25. 25. C51. وصل وشوف. كده. 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 طبعا يس ات از رايت انجل ترانجل ات A. ففعلا ده رايت انجل ترانجل. ادينا رسمنا وطلع رايت. Right. فهمتوا؟ يعني الحكاية كلها هيقول لك نقط وارسمها وساعات يقول لك ايه الشكل اللي طلع؟ ارسم النقط دي وقول لي ايه اسم الشكل اللي طلع؟ بس كده. الموضوع بسيط جدا. طبعا ساعات ارسم يطلع لي مثلا ترابيزيوم الترابيزيوم عامل كده عشان بس ايه؟ يعني مثلا في من ضمن الحاجات اللي في الكتاب يعني نجيبها بسرعه من غير ما ارسمها بقى كده اهو. plot the points A B C D تا ده, ده, ده ماشي؟ اهو طلع الرسمه اهي. state the type of the figure A, B, C, D. State the type of the figure, يعني قول لي نوع الفيجر. The figure has only one pair of parallel sides. This figure is trapezium. A, B, C, D is a trapezium because A, B parallel to C, D or D, C. ده كده الشكل اسمه إيه؟ اسمه trapezium. خلاص؟ فيعني ما تتزولوش من أي شكل غريب. عندي أشهر الأشكال أهو. Rectangle, square, trapezium, باراليلوجرام uh, دي الحاجات اللي اتكلمنا عنها عشان بس ايه نبقى عارفين احنا قلنا ده اسمه باراليلوجرام باراليلوجرام والشكل ده سريعا كده اسمه رومبس يعني دي الاشكال ما اظنش انه ممكن يروح في حته ثانيه رايت انجل ذا ترينجل اهو دي رايت انجل ذا بس نوعه رايت انجل ذا عشان one of its angles is right خلاص أنا قلت برضو أقول لكم أسماء الأشكال تبقوا شايفينها يبقى ده اسمه ريكتانجل خلينا أكتب اسمهم بيكو ريكتانجل ده اسمه سكوير رايت أنجلد تراينجل ده بارا للو بارا ليلو جرام, جرام. وده اسمه رومبس، طبعا اسمه رومبس الاتش اي سايلنت رومبس ده اسمه رومبس خلاص بكده انت احنا انتهينا من يونت 11 معاكم يونت 11 اسسمنت يا جماعه اه انا هعمل براوز للاسئله بسرعه كده لو في حاجه صعبه ممكن احلها معاكم بس هسيب لكم بقى الاسئله تحلوها ولو في اي حد واقف مع حاجه من النوعيه دي يتواصل معايا اني اه... كوادرنت ريفليكشن ان واي اكسس موف سهله the distance between the two points A و كبير من الصغير سهلة which set of ordered pairs لا لا قول انهي انهي من دول بيعبر عن هذا الترينجل العظيم ليلى plotted a point on a coordinate line represents لا 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 which statement is true about the x coordinate in the ordered pair مش ممكن تجربوا تلعبوا اللعبه دي عادي برضه سهله the point كذا 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 the points نقط 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 lie in the second quadrant points تا 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 عايز ايه عشان اسف بس the points دي ودي اه اه هل دول كلهم موجودين في السكند كوادرنت ولا كلهم في نفس الكوادرنت ولا dont lie in the same quadrant يعني نفس الحكايه قلنا هنا uh, the points كذا كذا ار ان ذا سيم هوريزونتال اه دي بتاعت حاجه ثانيه ماشي انا ممكن احل دي يعني ممكن ناخد دي كده ثانية واحدة بيقول لي هنا if uh, the two points A و B are on the same horizontal line in the corner plane طبعا horizontal line يعني الاتنين مثلا ادي x وادي y نيجاتيف 2 2 امشي في الشارع مثلا نيجاتيف 2 اطلع لحد 2 هوريزونتال اللي هو ده يعني المفروض في نفس الحته دي يبقى امشي في الشارع لحد ال3 اطلع لحد 2 طالما الاثنين ان ذا سيم هوريزونتال لاين هوريزونتال يبقى لازم الرقم بتاع الواي بتاعهم يكون متشابه عشان تبقى هما الاثنين لو جيت اوصلهم بلاين كده يبقى نفس اللاين الهوريزونتال يبقى 3 2 يبقى 2 و 2 برضه يبقى نقطه ايه عنوانها 2 ادي 1 2 3 رحنا طالعين 2 برضه علشان يبقوا اون ذا سيم هوريزونتال لاين يبقى 2 زي 2 يبقوا زي بعض خلاص ما فيش حاجة يعني شايفها قوية بصراحة. أه ماشي اقعدوا انتوا حلوا الاسسمنت ده ولو في اي حاجة ابعتوا وانا هكون معاكم برد قبل الامتحان بتاعكم. كده احنا انتهينا يا جماعة من يونت من يونت 11. اوكي احنا كده انتهينا من اليونت بتاعة بتاعت الكورنيت بلين اللي هي يونت 11. دلوقتي هنفتح مع بعض يونت 13 وده اخرنا اللي هندرسه دلوقتي اللي هي surface area أند volume خلاص نجهز بقى مع بعض هنفتح unit 13 زي ما اتفقنا هنبدا بالكيبويد page 248 طيب تعالوا نتعرف الاول على الشكل اللذيذ اللي احنا نتعامل فيه اللي هو الكيبويد الشكل ده اسمه كيبويد الكيبويد او الريكتانجولار بريزم يعني ليه اسم كده او كده ريكتانجلر prism او كيوبويد خلينا نكتبهم بس عشان ايه ريكتانجلر prism اور اللي بين قوسين كده كيوبويد يعني لو شفنا اي واحده من ال ثانيه واحده عشان بتفرق معايا rectangular حرف اللي معلق، ريكتانجلر اللي انا كاتبه ده، prism بريزم او كيبيد، اسمه كده او كده. خلاص؟ طبعا من صفاته ان اتش تو اوبوزيت فيسز ار ايكوال. لو بصينا هنلاقي الفيس ده قدامه الفيس ده زيه، يبقى الاتنين الاورنج دول زي بعض. خلينا نلون كل تو اوبوزيت فيسز زي بعض، يبقى الاتنين الاورنج دول زي بعض. وتعالى نقول مثلا بالازرق كده ده واللي زي بعض. سوري اهو ده الفيس اللي هنا ده كده واللي قصاده زي بعض يعني زي الحيطان الجانبية في اي اوضة كل حيطتين قدام بعض بيكونوا متساويين الحيطة دي واللي قدامها ومين تاني والسقف متساوي مع الارض تعال نعملهم بالاسود كده ادي السقف اهو متساوي مع الارض فبنقول each two opposite faces are ايكوال الاسود زي الاسود الازرق زي الازرق والاورنج اللي كان في الوش زي الاورنج يبقى كل فيس ريبيتد كام مره ريبيتد مرتين يبقى انا اقدر اجيب الاريا بتاعت كل فيس واكررها مرتين وفي الاخر اعمل بلس عشان ابقى جبت حاجه اسمها سيرفيس اريا يعني ايه سيرفيس اريا سيرفيس اريا كان اتفقت مع الراجل اللي بيعمل دهان النقاش مثلا وقلت له تعالى دهن لي الحيطان كلها فهو هيدهن الست حيطان طبعا في الاكزامبل هنا يعني كانه هدهن الارض والسقف معانا يعني فالقصه هنا ان هو هنجيب الاريا بتاعه السكس فيسز كلهم ونعملهم بلس بعض يبقى انا جبت السيرفس اريا يبقى انا عندي اريا نمبر 1 اريا نمبر 2 اريا نمبر 3 بصوا هو في هنا طريقتين للحل ان انا اجيب الاريا عادي وفي الاخر اعمل تايمز 2 واعملهم بلس بعض وفي الاخر تايمز 2 انا بفضل عشان ما اوجعش دماغي اعمل كده 2 تايمز 2 تايمز 2 تايمز من الاول كده وما اقعدش بقى افكر كتير امسك مره الفور مع ال6 وامسك مره ال6 مع ال8 وامسك مره الفور مع ال8 كاننا لعبنا ماتشات كوره كده الفور قابلت ال6 الفور قابلت ال8 وال6 قابلت ال8 واحسب الحسابات اللي هتطلع والاجابات اللي هتطلع كلها بلس بعض وشكرا ممكن مدرس الفصل او مدرسه الفصل يشرحه بطريقه تانية بس في الاخر هنوصل لنفس الريزلت عادي يعني هنا 2 تايمز 4 ب 8 8 times 6 48 سنتيمتر سكوير هنا مثلا ممكن نقول 2 times 6 12 12 times 8 طبعا ممكن احسبها كاني طالب عشان ايه لو ما يبقاش فيه اي struggle يعني 8 6 uh, 8 2 16 6 carry up 1 8 1 is 8 زود 1 تبقى 9 يبقى 96 سنتيمتر سكوير وهنا 2 times 4 is 8 8 times 8 64 centimeter squared طبعا اد اول ذا ريزلتس هتمسك كل الاجابات اللي جت لحضرتك دي بلس بعض 48 96 64 تعال نعمل دول كلهم بلس بعض يبقى خلصنا الموضوع 4 بلس 6 10 زود 8 18 8 carrier 1 انا افضل اخد ال 1 مع ال 9 عشان هيجيبه 10 وال 6 مع ال 4 هيجيبه 10 تانية يبقى 20 يبقى 208 طبعا دي اسمها surface area او total area فنقول surface area equals 208 سنتيمتر 2 كده الراجل اللي هيدهن عرف ان الحيطان دي كلها الاريا بتاعتهم 208 سنتيمتر 2 ده كده المثال الاول يبقى انا عرفت الرول بتاعي طبعا المدرس بتاعكم ممكن يقعد يعمل كده او مدرسه يعني يوري لكم كده يقول لكم في الفصل ايه لينث و وهايت فمره لينكس تايمز ويدث مره لينكس تايمز هايت مره ل... كده يعني ونقعد نتكلم كده وتايمز تو، ويقعد يكلمكم كده وفي اولاد بتتضايق من طريقه الكلام دي فما عنديش مشكله ان احنا ايه الكلام ده كله ما نسمعوش اصلا احنا نخش نحل على طول زي ما شفنا كده بس انا ابقى عارف الدايمنشنز بتوعي ان اسمهم لينكس ويدث هايت دي اقل حاجه لازم ابقى لينكس ويدث هايت يبقى الكيوبويد ات هاز 3 دايمنشنز دول اسمهم دايمنشنز الابعاد الثلاثه length width height عشان كده اسمه 3 دي شيب 3 ديمنشنال شيب خلاص يبقى ده اول جزء لازم ابقى هنحل دي كمان تمام مع بعض وهي بنفس الطريقه هتقول لي area 1 area 2 area 3 equals 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 2 times 2 times 2 times ما توجعش دماغك 3 4 3 5 3 مره مره 3 تايمز 4 مره 3 مع ال 5 مره انسى ال 3 خالص يبقى 4 مع 5 والاجابات اللي تطلع بلس بعض وشكرا وانتهى الموضوع وخش نام 2 تايمز 3 6 تايمز 4 24 2 تايمز 3 6 6 تايمز 4 24 سنتيمتر سكويرد 2 تايمز 3 6 تايمز 5 30 سنتيمتر سكويرد 2 تايمز 4 is 8 تايمز 5 is 40 سنتيمتر سكويرد باي adding الاجابات اللي طلعت يجي لك السيرفيس اريا ايكوالز طبعا هعمل 24 وانت بتعمل adding ما تنساش تعمل لايننج اب صح لان مشكله السؤال ده لما يكون في ديسيمال على فكره الديسيمال هي الحاجه الوحيده اللي هتخليك تحل غلط او يكون فينا number في هنا نمبر في hundreds في النص فالناس بتتزاوي يبقى هنا 4 واعمل دول بلس بعض تجيب 9 يبقى الاجابه 94 سنتيمتر سكويرد عشان دي اريا طبعا دي اسمها سيرفيس اريا دي stands for surface area خلاص يا جماعة الموضوع سهل وبسيط بس طبعا إيه يعني خلوني أحل واحدة يكون فيها ديسمل يعني علشان نبقى عملنا يعني إلمام يعني بالموضوع نجيب إيه ديسمل نجيب إيه ديسمل مثلا نشوف دي بيقول لي هات السرفيس اريا هحلها بس عشان نخش جوه نشتبك في الموضوع ده ونشوف الديسمل ليه بيترخم على الطالب الأول هقول اريا 1 اريا 2 أو اريا اوف ممكن ممكن حد يعمل كده كده يعني مثلا يعني خلينا اريا 1 اريا 2 اريا 3 كده 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 موجعش دماغنا خالص خليك لذيذ عايزك تبقى لذيذ ادي 2 تايمز 2 تايمز 2 تايمز وتعمل ايه بقى؟ 4 مع 1.9 ومرة 4 مع مع دي اللي هي تايمز 1.3 ومره دول تايمز بعض 1.9 تايمز 1.3 دخول الديسمال في الحوار بيعمل لي مشاكل طبعا هنا دي تجيب 8 ونعمل دول تايمز بعض دلوقتي 1.9 تايمز 8 هتعمل اجنور للديسمال بوينت فكانها 19 تايمز 8 ده الدرافت اللي بيتكتب ده الدرافت اهو 8 تايمز 9 يا مستر بكام ده السؤال اللي هتساله انا عارف لو قاعد طالب بيحل معايا ب 72 يبقى 2 كاري اب 7 8 تايمز 1 از 8 زود 7 تبقى 15 insert the decimal point don't forget that the decimal point كانت موجوده عند 1 دي بي عندها 1 ديسمال بليس يبقى هنا 1 تعمل 1 جامب فتبقى 15.2 سنتيمتر سكويرد مستر لو نسيت السنتيمتر سكويرد هنقص لا ممكن ما تنقص يعني بس خليك فاكر انا بحاول اسال زي الطالب يعني 2 تايمز 4 8 8 تايمز 1.3 يبقى كانها 13 تايمز 8 8 تايمز 3 24 4 carry up 2 8 times 1 is 8 زود 2 تبقى 10 insert the decimal point 1 jump تبقى 10.4 سنتيمتر سكويرد وهنا اه هنا بقى الموضوع كله نمسح بس الايه الحته دي كده نروق نعمل مثلا اي حاجه ممكن نعمل دول تايمز بعض نعمل تايمز 2 في الاخر اي حاجه تعالى نعمل 2 تايمز داون راح دماغنا 1.9 اللي هي كانها 19 تايمز 2 Two times is 8, carry up one. Two times one is two. So we want to three. Insert the decimal point. as three point eight times. do three point eight. Time is one point three. three point eight. Anasif. Three point eight. Mm -hmm. Time is one point three. Count the decimal places. have two decimal places. Because after the point we have one uh, digit. We after the point we have one digit. We add the decimal places in the two numbers. two decimal places. The next step is to ignore the decimal point. يبقى كأني بعمل 38 times 13. يلا بينا نعمل multiplying 3 times 8 24. 4 carry up 2. 3 times 3 is 9. زود 2 كمان. تبقى 11. بعد كده ننزل اكسترا زيرو. ده ده مشكلة ده. ها؟ الزيرو ده مشكلة في حياتي. 1 times 8 is 8. 1 times 3 is 3. يلا نعمل بلس هتنزل 4 9 4 انسيرت ذا ريسما بوينت تبقى هنا طبعا انا شاكك في نفسي اصلا يعني بص انا ماث تيتشر اهو بس يعني ايه بحب عايز اراجع انا كمدرس والله عايز اراجع ثاني وحاسس ان انا غلط فانت كطالب برده ارجع ثاني وبص تشيك طبعا انا عشان ما نضيعش وقت الفيديو وقتكم انا هعمل تشيك بالكالكليتر مالكش دعوه بيا 8 تايمز 1.9 عشان ابقى بس حاسس ان انا في السليم بس 15.2 الحمد لله بعرف احسب 8 تايمز 1.3 10.4 كويس أه 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 تعال نقول 2 times 1.9 times 1.3 نشوف طب تمام في السليم الحمد لله كلها سليمه يلا نعمل بلس مشكلتي في البلس انك تعمل لايننج اب للنمبر صح بص كده ادي 15.2 البوينت تحت البوينت 10.4 هتبقى هنا ماشي ده لذيذ البوينت هتبقى هنا الفور دي يا باشا تنزل هنا لو كتبتها هنا اقول لك مع السلامه انت كده مسكت طريق السويس هتكتب هنا الفور هنا وبعد كده 94 تنزل 9 4 خد بالك من اللايننج اب انك تكتب كل حاجه في البليس بتاعها الفور دي في الوانز بليس فلازم تبقى تحت ال5 تحت الزيرو عشان دول الوانز بليس وطبعا احنا وي ستاد ان احنا وي كان اد اكسترا زيروز تو ذا رايت افتر ذا بوينت يعني لما يكون في بوينت اقدر ازود زيروز يلا نعمل بلس هنا دي تجيب 4 هنا دي تجيب 6 بلس 9 15 5 كاري اب 1 انزل البوينت كل دول بلس بعض يجيبوا 10 زيرو كاري اب 1 كل دول بلس بعض يجيبوا 3 الاجابه النهائيه سيرفيس اريا ايكوالز 30.54 سنتيمتر سكويرد ده كده الاريا بتاعت الكلام ده قليل من الطلاب اللي هيوصل للاجابه دي لان قليل اللي هيعرف يخش الخناقه بتاعه الدسملز ويطلع لي سليم منها فيعني السؤال بصراحه جيدة جدا لما بيكون في دسمل بيرخم على الطالب بتاعي. هندخل في 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 سيكشن رقم اثنين surface area of cube الكيوب هو شكل منتظم الكيوب زي الروبكس كيوب فاكرين الروبكس كيوب اللي هو كلها squares عامله كده مثلا هو طبعا اللي انا برسمه دلوقتي ده الاصح شويه لان انا لما عملت ستريتشنج للصوره اتشدت فشكلها بقى مش عاطفي شويه فيعني الكيوب زي الروبيكس كيوب زي الزهره اللي بنلعب بيها السلم والتعبان مونوبلي بنك الحظ مش عارف الكيوب الكيوب هو شكل منتظم كل الفيسز بتاعته متساويه كلهم سكويرز ده سكوير واللي ورا سكوير واللي تحت سكوير والسقف سكوير يعني كلها يعني زي بعض بالظبط فبالتالي السيرفس اريا بتاعته سهله قوي هتجيب الأريا بتاعت الـ 1 face، الأريا بتاعت face واحد، and we will repeat it 6 times. الأريا بتاعت الفيس الواحد اللي هي الأريا of square، اللي هي side times side، وهكررها 6 times يبقى تايم time 6، بس خلاص. دي سهلة جدًا، الكيوب سهل جدًا. تعال نجيب سؤال كيوب، يعني نحاول نتفاهم معاه كده، أهو مثل. مثلًا، مثلًا. خليني أغير دي كده بدل 6 أخليها مثلاً عشان مش عايز أعمل 6 ثلاث مرات خليها مثلاً 4 يبقى نعمل find the surface area of each of the following cubes ماشي side times side times 6 رقم 6 ثابت علشان هما 6 uh, faces يبقى 4 times 4 times 6 4 times 4 16 16 times 6 يلا نعمل 16 times 6 ادي 16 وأدى time is 6 6 6 36 6 carry up 3 6 times 1 is 6 زود 3 تبقى 9 يبقى الإجابة 96 سنتيمتر سكويرد الكيوب سهل جدا على فكرة الكيوب فعلا سهل يبقى سايد times سايد تايمز 6 ده الرول بتاع الكيوب وطبعا زي ما اتفقنا لو في ديسمال يعني ممكن تضايقنا شوية بس والله يعني لو حد عنده احنا, احنا اصلا في يونت 1 درسنا الديسمالز هاو تو ملتبلاي ديسمالز والكلام ده اللي ظابط نفسه في حكايه الدسمة دي هيعرف يتعامل عادي. ماشي ده كده بالنسبه لل سيرفيس اريا اوف كيوب اند كيبويد. هندخل في ليسون نمبر 2 دلوقتي احنا في المحطه الثانيه اللي هو هنا. احنا هنا يا جماعه. اكسبلورنج سيرفيس اريا اوف بريزم اند بيراميد. تعالوا بقى اقول لكم الايه بقى الشغل الحلمنتيشي بقى. ازاي نمشي الدنيا؟ ازاي ايه؟ ازاي نمشي الدنيا؟ الاول تعالوا نتعرف على ال... ال... البريزم ده عباره عن ايه؟ انا بدرس حاجه اسمها ترينجلر بريزم لان البريزم ده انواع بس انا مركز في الترينجلر بريزم اسمه ترينجلر بريزم احكي لك قصته ماشي لان هو ترينجل وقدامه ترينجل والاثنين كونكتد تعال عند الفيرتسيز التلاته وصل الفيرتكس دي بالفيرتكس دي ووصل القمر ده بالقمر ده ووصل لي الفيرتكس دي بالفيرتكس دي شكرا انت طلع لك شكل الخيمه اللي هو اسمه بريزم على فكره اي شكل في الماس عباره عن حاجتين يعني مثلا كده وقدامه نفس الحكايه بالظبط ومتوصلين بلاينز بيبقى اسمه بريزم فانا بريزم عندي ركتانجلر بريزم وعندي ترانجلر بريزم الترانجلر بريزم اللي هو ترانجل وترانجل وكونكتد بالمنظر اللذيذ ده طيب عندي لاين انا بقى مستر محمد مسميه الجوكر انا مع نفسي في الحياه اللي هو ده ليه الجوكر ايه الجوكر ده مستر طبعا ده كلام هزار وقلش وكلام زي كده علشان الثلاثه دول زي بعض التلاتة دول نفس المسافة بالظبط لو ده 10 سنتيمتر انت عرفت ان ده 10 وعرفت ان ده 10 حلو الكلام؟ ماشي دي نقطة يبقى اللاين الأمور الأحمر ده هو اللاين الأساسي اللي أنا هستخدمه في الحل أنا عندي كام فيس مبدئيا؟ عندي فيسز جانبية تلاتة ريكتانجلز احنا لو فكينا البريزم بعيد عنكم يعني هيبقى شكله عامل كده معلش عشان ايه؟ اهو هيبقى شكله عامل كده يبقى في ترانجل وترانجل وثلاث وثلاث ثلاثة فيسز جانبيين مقفولين زي الهرم كده مقفولين على بعض، فعموما انا مش يعني انا بس عايز ابقى عارف ان في ثلاثة فيسز جانبيين في الفيس الجانبي المايل ده، احنا ركبنا زحلية اتزحلقنا كده وفي ورا زحلية تانية وفي الأرض اللي تحت دي. حلو؟ يبقى في ثلاثة فيسز جانبيين وفي تو ترانجلز، يبقى عدد الفيسز كلهم فايف فيسز. حلو كده؟ التو ترانجلز دول زي بعض بالظبط. اسمعوني كويس بقى ركزوا معايا عشان اقول لكم القلشه اللذيذه طب هتعمل ايه يا مستر محمد قدام الشكل ده هقول لك تعالى بقى اقول لك التركايه اللذيذه هنا يقول لي فايند ذا سيرفيس اريا ممكن امسح ده بس معلش فايند ذا سيرفيس اريا بتاعه المنظر الجميل ده الريكتانجلر بريزم ذس تراينجلر بريزم اعمل ايه عشان اجيب السيرفيس اريا ال بتاعته بصوا يا جماعه اولا هركز مع الجوكر مين الجوكر ده اللي هو السيفن اللي هو زي ده زي ده بس يعني واحدة سيفن تكفي انك تخليك انت راجل فاهم بقى يبقى انت فاهم ده سيفن وده سيفن وده سيفن تقوم عامل ايه اسمعني كويس تقول لي اريا اوف ريكتانجل 1 اريا اوف ريكتانجل 2 اللي هما الجانبيين ريكتانجل 3 هنجيب الريكتانجلز جانبين تعمل ايه خليك لذيذ بقى من غير بقى ما نقعد نتكلمك هنا كتير هات الجوكر كرره ثلاث مرات اكتب 7 7 7 تايمز 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 شفت الترانجل ده اكيد شايفه ما فيش غيره اصلا شفت الترانجل ده اللي هو ده اللي بالاسود ده هات الثلاثه سايدز بتوعه مره 4 مره 3 مره 5 معاه لحد كده يا ابني الموضوع والله ما صعب هتحسب لي 7 تايمز 4 28 7 times 3 21 7 times 5 35 حلو كده وتكتب لي سنتيمتر سكوير عند كل واحد <applause> يبقى احنا كده جبنا الاريا بتاعه الفيسز الثلاثه الجانبيين تاني عملت ايه يا مستر محمد جبت ال 7 كتبتها ثلاث مرات اللي هو انا بهزار سميته الجوكر ورحت واخد مره 7 مع ال 4 مره 7 مع ال 5 مره 7 مع ال 3 من غير ما افهمك ليه معلش انا مش عايز افهمك ليه دلوقتي بس انت كده ايه عرفت ان احنا جبنا الفيسز الجانبيه تعالى بقى في الحته اللذيذه دي. عايز تجيب الاريا اوف تو تريانجلز. ما انت عندك الترانجل اللي بالاسود ده وقدامه الناحيه الثانيه اللي بالازرق ده. مش كده؟ احب اقول لمعاليك ان التو تريانجلز دول متساويين بالظبط في ابعادهم، لو ده 3 ده 3 ده 4 ده 4 واللي هنا 5 5 فالاريا بتاعت الترانجل كانت بايس تايمز هايت اوفر 2. مش دي كانت الاريا اوف تريانجل؟ طب لو انت عايز تجيب اتنين منه اتنين ترانجلز يبقى هتكرر الاريا مرتين صح بص الحركه دي بقى كان دي 2 اوفر 1 فدي هتطير مع دي فاحب اقول لك ان اتنين ترانجلز انا كده شرحتها كشرح لما عملتها تايمز 2 ال2 اتعملت سمبليفاي مع ال2 لان في الفراكشنز اقدر اعمل كروس سمبليفيكيشن فبقت بيس تايمز هاي بس خلاصه يبقى انت عايز تجيب الاريا بتاعت اتنين ترانجلز تعمل لي بيس تايمز هايت مين البيس والهايت التو لاينز اللي نازلين بربنديكلر على بعض يبقى 3 تايمز 4 وشكرا انت كده جبت التو ترينجلز ب 12 سنتيمتر سكوير واحد يقول لي يا مستر مش فاهم مش هي المفروض بيس تايمز هايت اوفر 2 او هاف تايمز بيس تايمز هايت هقول له يا ابني ما انت جبت اثنين ترينجلز والاثنين ترينجلز ادي ترينجل اهو والترينجل اهو كان الاثنين دول باراليلوجرام في بعضيهم هما الاثنين فيعني كانها بيس تايمز هايت نفس الرول بتاع الباراليلوجرام يبقى الاثنين ترينجلز توجذر مفيش حاجة اسمها انك تجيب الترينجل و... انت ممكن تجيب الترينجل الواحد وتكرره مرتين يا عم ما تعملش كده انت اعمل بيست من زايد يبقى انت جبت الاثنين وراح دماغك يبقى انت جبتها 12 حلو كده؟ تقوم جاي جايب لي الاريا بقى ازاي؟ او عايز الاريا تقوم تقول لي يبقى السرفيس اريا هي 28 بلس 21 بلس 35 ما تنساش اللي تحت ده عشان في ناس بتنساه اصلا بلس 12 يلا نعمل بلس طبعا يعني A بلس 2 ب 10 ودول ب 6 يبقى 16 6 كاري 1 2 4 6 2 4 6 و3 يبقى 9 يبقى الاجابه النهائيه هي 96 سنتيمتر سكوير يبقى السيرفس اريا ايكوالز 96 سنتيمتر سكوير تاني كمان مره طبعا انا كمدرس انا كمدرس هحط امتحان انا بصراحه شايفه سؤال اصلا مليان مالتيبل ستيبس فبصراحه يبقى يعني ليه اجيبها بالديسمال ما بقاش رخم يعني ليه ليه انا شايف ان هي مش مستدعيه هي اصلا بلخبطه في حد ذاتها شويه فانا ان انا اسالك بالدسمه دي غتاتها يعني تعال نجيب واحده تانية يقول لي فايند ذا سيرفيس اريا اوف ذس بريزم نعمل ايه هات الجوكر مين الجوكر اللي هو السايد اللي بيوصل ما بين التو ترانجل طبعا في ترانجل هنا خفي الترانجل ده في عامل كده ورا ومش عارف ايه ميش... وهو مش موريه لنا ما فيش مشكله الجوكر عندي هو مين 14 فتقول لي area of rectangle 1 area of rectangle 2 area of rectangle 3 وتجيب الجوكر اللي بهزار طبعا مش حاجه اسمها جوكر انا بهيس يعني ال14 تكررها ثلاث مرات وتعمل تايمز 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 اسمع الكلمه دي تايمز مين يا مستر؟ التلاتة سايدز الأوريجينال بتوع الترانجل يعني الإيد دي مش في الموضوع عشان الإيد دي الهايت يا ابني مين التلاتة سايدز الأوريجينال 10 10 12 التلاتة سايدز الأصليين بتوع الترانجل اوعى تاخد الإيد لأن ده الإيد ده اتس نوت ان أوريجينال سايد فور ذيس ترانجل ده أصلا جوه مرسوم وده هايت وهيجي له دوره دلوقتي يبقى 10 10 12 طبعا أول اتنين زي بعض فدي مصلحة ليك وملتبليكيشن باي 10 دي حاجه دمها خفيف قوي هتبقى 14 وجنبها 0 كذلك 14 تايمز 12 ممكن تاخدها درافت وممكن دي تزود عليها 2 14 كمان عشان انت وصلت لل 10 يعني في شويه هنا حركات تعالى يا عم نعمل 14 تايمز 12 انا نورمال ستودنت دلوقتي 2 تايمز 4 8 2 تايمز 1 2 زود 0 1 تايمز 4 4 1 تايمز 1 1 اد 8 6 1 168 طبعا كلهم سنتيمتر سكوير ده ده يعني ايه الصح يعني ناخد دي نكررها ثلاث مرات معلش بقى مع ايه كده احنا في السليم يلا يا باشا area of two triangles area of two triangles قلت لك من شويه بيس تايمز height فقط ما فيش تو هاف والحوارات دي نساها لخص وانا بتاع تلخيص وبحب الخلاصه بيس تايمز هايت على طول يبقى 12 تايمز 8 يا مستر ليه 12 تايمز 8 لان ال 12 وال 8 دول عاملين حرف تي كده بيربنديكلر اللاينز دي لازم تكون بيربنديكلر على بعض الرايت ترانجل right ما بيكونش عنده الهايت الداخلي ده بيكون اصلا التو ليجز دول هو عنده هايت داخلي ممكن ارسم هايت كده ويبقى ده بيربنديكلر بس انا بشتغل على التو ليجز دول التو ليجز دول هم نفسهم البيس والهايت انما هنا البيس والهايت هم يبقى 12 تايمز 8 طبعا 12 تايمز 8 بكام ب96 سنتيمتر سكوير. حلو الكلام؟ يبقى ده انا كده جبت الـ الاريا اوف area of 2 ايه؟ area of 2 triangles. base times height ب96 سنتيمتر سكوير. أوم جاي جايب الـ surface area Equals 140 plus 140 plus 168 plus 96. يلا نعمل plus. 6 plus 8 14. 4. كاري اب 1 ال 1 وال 9 ب 10 ودول كمان ب 10 و 4 يبقى 24 4 كاري اب 2 دول كلهم 5. 544 سنتيمتر سكوير اتمنى يكون الموضوع وصل يا جماعه وفهمتوه ودي يعني اكتر طريقه بسيطه انا يعني قعدت كده اركز يعني ما فيش غيرها بالنسبه لي يعني لو حد عنده تعليق او حاجه يقول لي في الكومنتس ان في طريقه دماغ اخف من دي هندرس دلوقتي البيراميد 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 هو شكله عامل كده احنا طبعا ملوك البيراميد يعني اللي هو لو اتفتح مسكناه كده قصيناه بالمقص وفتحناه من جوه هيبقى شكله عامل كده هيبقى عنده الارض سكوير سكوير بيزد بيراميد وعنده أربعة تراينجلز جانبية مقفولين على بعض كده عملوا شكل البيراميد. موضوع بسيط وسهل. بصوا هنجيب الاريا اوف بيس وفي ناس تقول بيس اريا ما عنديش مشكله او اريا اوف ذا سكوير الاريا بتاعت الارض اللي هو الارض على شكل سكوير فتبقى سايد تايمز سايد اللي هي كام تايمز كام 10 تايمز نفسها وهجيب الاريا اوف فور تراينجلز تعال بقى نفهم الفور تراينجلز يجوا ازاي مع بعض افهموا معايا للناس اللي عايزه تفهم الموضوع جه منين الاريا بتاعت التراينجل الواحد ايه base times height over 2 طب الاربع منه اربع منه يعني repeat اربع مرات يبقى هتكتب هنا 4 times ال 4 دي كانها 4 over 1 هيحصل هنا simplify over 2 ب1 over 2 ب2 يعني يا مستر عايز تقول ان الاربع triangles 2 times base times height ايوة لو عملت 2 times base times height بسرعة كده انت جبت الاربع triangles ولخصت على نفسك يا ابني وخلاص كده تبقى انت خلصت يبقى 2 times base times height ادي اه الbase بكام؟ ب10 وادي الهايب بكام؟ ب7 يبقى 2 times 10 times 7 10 times 7 70 times 2 140 خلاص انت كده, كده جبت الاربعة و وفوق 10 times 10 ب100 اعمل دول بلس بعض انت خلصت يبقى surface area equals 240 meters squared خلينا اكتب هنا meters squared عشان ايه نلتزم بالإيه بالكلام meters squared خلاص يا جماعه والله سهل على فكرة الموضوع بسيط أبسط من آه مما تتخيلوا يعني. ناخد واحدة كمان مثلا find the surface area بتاعت البيراميد ده تقول لي area of base equal هات ال 15 دي عشان هنا في سكوير في الارض هنا فتقول لي 15 تايمز نفسها و area of 4 triangles equal 2 times base و height يبقى 15 times 12. طب الحكايه بسيطه وسهله 15 times 15 ممكن ناخدها 15 times 15 نعم يعني كده 5 times 5 25 5 carry up 2 5 times 1 is 5 زود 2 تبقى 7 نزل 0 اضافي 1 times اللي فوق يفضل اللي فوق زي ما هو يلا نعمل بلس ادي 5 ادي 12 ادي 2 225 يبقى area of the base 225 meters squared طيب الاريا of فور ترانجلز احب اقول لك 2 times 15 ب 30 والموضوع منتهي او ما تقول 30 3 times 12 equal 36 ونزل اكسترا زيرو يبقى هنا انت كده خلصت الف... ده الفور ترانجلز اسهل من السكوير تخيلوا هنجيب السرفيس اريا بان انا اعمل ايه؟ 225 360 دي 5 دي 8 دي 5 585 متر سكوير والموضوع خلصان كده اتمنى تكونوا فاهمين يا جماعه وممكن تتدربوا انتوا على سؤال يكون بالدسمه يكون بسيط ما تافروش على نفسك قوي لان عاده في المدارس هيسالوا الاسئله بتاعت خاصه الاشكال اللي هو البيراميد وكده يعني ممكن يسالوهم على طول بهول نمبرز من غير ديسمل. انا از ماث تيتشر يعني شايف ان هي بصراحه ليه ليه نفترع على الولاد ونحط لهم ديسيمال في حته اصلا يعني ممكن مدرسين نفسهم يتلخبطوا فيها في الشرح اساسا نخش كده طيب اخرنا بقى يا جماعه عشان نقول الحمد لله سجلنا ثلاث فيديوهات لمنهج سته كله دي مش مراجعه على فكره اللي عملته مش مراجعه ده اسمه منهج سته كامل يعني Uh, lessons 3 and 4 applications on the volume volume of cuboid with known ratios volume of cuboid يعني ممكن التايتل ده منرفزني volume of cuboid يعني خلاصه يعني الحته الاخرانيه volume of cuboid هو لازم يتفلسف يعني في العنوان volume of cuboid the volume of cuboid two rules ادي الكيبويد اتفقنا ان الدايمنشنز بتاعته اسمها length width height يبقى انا ممكن اعمل ايه؟ length تايمز time width times height أو base area أو area of base base area اللي هي الاثنين دول مع بعض اللي هي length times width لوحدها كده دي اسمها base area تايمز height البي دي اللي هي base area خلينا بس أحط دوت هنا وأكتب إيه عشان ما نتلبطش base area times height يبقى ده الرول ب... دول تو رولز وهم على فكرة اللي مذاكر وفاهم هيكتشف إن هو نفس الرول بالظبط آه، انت هنا لازم تبقى عارف ان يعني انك هتعمل من الاخر الثري dimensions تايمز بعض تعال ناخدها بالدسمال بقى دي عشان دي يعني دي ممكن تيجي بالدسمال اهي لان هي ملتبليكيشن صريح انما التانيين فيها شويه ملفات كده ويقعد ايه وسايد فيسز وبيس وبتاع فيعني انا شايف حرام اللي فوق ده يتسال بال بديسمالز دلوقتي خلينا ناخد دي بالدسمال يلا فايند ذا فوليوم يبقى الفوليوم ايكوالز الثري dimensions تايمز بعض Length times width times height اللي هي 3 4.5 8.5 يلا يا باشا نعمل آآ آآ ممكن نعمل آآ دول تايمز بعض 45 times 3 وندخل الديسمال بوينت 3 times 5 15 5 كاري 1 3 times 4 is 12 زود 1 تبقى 13 انسرت decimal بوينت يبقى 13.5 الاثنين دول مع بعض 13.5 هنعملها تايمز 8.5 ونشوف هتجيب كام يلا 13 اله, 13.5 اللي هي 135 تايمز 85 طبعا انا بعمل اجنور للديسمال بوينت وابقى عارف ان في 2 دي بي 2 ديسمال بليسز يلا نعمل تايمز 5 تايمز 5 25 5 carry up 2 5 تايمز 3 15 بلس 2 17 7 carry up 1 5 تايمز 1 is 5 زود 1 زياده تبقى 6 احاول اسرع الاداء أه, نزود اكسترا 0 8 تايمز 5 40 0 carry up 4 8 times 3 24, plus 4 28 8 carry up 2 8 times 1 is 8 plus 2 10 والله شاكك في نفسي بالسرعة اللي أنا عملتها دي حاسس إن أنا إيه عامل غلط insert the decimal point يبقى هنا أنا هحسبها بالكالكليتر مقلق مقلق من نفسي يبقى 3 times 4.5 times 8.5 ده تعب مش 114.75 طبعا خلصت طبعا in this case سنتيمتر cubed او كيوبك يونتس ليه؟ عشان احنا بنحسب الفوليوم انما الاريا كانت بالسنتيمتر سكويرد اللي هي السكوير يونتس يبقى دي سنتيمتر كيوب فاهمين يا جماعه؟ الموضوع بسيط كل اللي هتعمله اعمل الثري dimensions تايمز بعض مثلا تعال ناخد دي يقول لي كده هات برضه الفوليوم volume. يبقى فوليوم equals in this case هعمل base اريا تايمز هايت البيس اريا اللي هي 20 على بعضها عرفت منين ان هي اريا برضو عشان هو عيل الأريا ده اولا وعشان هي سنتيمتر سكوير تايمز الهايت اللي هي 6 اند انا هكتبها 6.5 عشان ما بقاش معايا خلاص طيب اجنور الديسمال بوينت فكانها 65 تايمز 20 زيرو تايمز ده بزيرو يعني انا ممكن اشيل الزيرو واعمل تايمز وادخل الزيرو في الاخر وده الطف طبعا ويعني ده الويل بروفيشنال يلا نشيل الزيرو ده 2 5 10 0 carry 1 2 6 12 plus 1 13 ندخل الزيرو اللي احنا كنا شايلينه بعد كده insert the decimal point 1 jump from the right 1 jump تيجي هنا تبقى equals 130 سنتيمتر كيوب عشان ده فوليوم ما تنسوش ان الفوليوم بالكيوبيك يوردز ماشي ده بالنسبه لي كده انا في اللذيذ منه في اللذيذ منه خالص ما تنسوش يا جماعه انه لو قال لك في الكمبليت ذا فوليوم اوف كيبويد كذا تايمز كذا تايمز كذا لينث تايمز ويدث تايمز هايت لو اداك اثنين نقط يبقى بيس اريا او اريا اوف بيس تايمز هايت تمام ذا فوليوم اوف كيبويد هوز دايمنشنز كلمه دايمنشنز يعني اللينث والويدث والهايت هو مديهم لك بس مش مفصصهم يعني او ده ترتيبهم لينث ويدث هايت مش فارق معايا كده كده هيتعملوا تايمز بعض والتايمز كده كده الاوردر بتاعه مش فارق يعني فكلهم تايمز بعض فيعني ما تنسوش البارت ده يعني كلمه دايمنشنز ما تخوفكش لو اداك ثلاث نقط يبقى لينث ويت هايت لو اداك اثنين نقط يبقى بيس اريا تايمز هايت ايه تاني؟ بس كده يا جماعه اتمنى تكونوا فاهميني الحمد لله احنا كده انتهينا من تسجيل المنهج كله ان شاء الله تكونوا فاهمين معاكم يونت انا فاتح الناحيه الثانيه هنا بتفرج معاكم يونت 13 اسسمنت الكلام الخزعبلي ده ما... مش فارق معايا على فكره. يعني فاهمين؟ ما... ما توتروش نفسك الدنيا الدنيا في اللذيذ منه قوي. وحلوا شيتات المدرسه، الاولويه لشيت المدرسه يا جماعه لان مدرس الماث اللي في المدرسه بيبقى عايز يمرر يمرر كده الامتحان جوه الشيت يعني. فحلوا شيت المدرسه وحلوا تلات امتحانات معاصر ثلاثه خمسه ماكسيمم والله وشيت المدرسه الاول. خمس امتحانات معاصر شوفوا الفيديوز دي انتهى الموضوع هو الموضوع منتهي من زمان <applause> خلاص يعني. فهي خلصانه يعني انتوا بس ايه شوفوا الفيديوز دي شيت المدرسه رقم واحد رقم اتنين تلت من تلت لخمس امتحانات معاصر وشكرا خشوا ناموا كده الموضوع خلص اتمنى يكونوا الفيديوز فادتكم شكرا ليكم